السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، حفظكم الله ورعاكم. احنا متواجدين دابا قرب المنزل، هذا هو السيكتور فين كنسكن. اخوتي هذا الفيديو هذا غنديرو قصير، فيه شي 2 دقائق ولا 3 دقائق تقريبا، لان الغرض عندي ماشي هو هادشي اللي كنبين دابا، وانما الغرض عندي عنده واحد الدلاله كبيره في الحياه ديالنا، المعاشه. انا كنت في السويقه تقديت، ولكن اخوتي اللي تار انتباه ديالي هو هاد السويرتات. هاد السويرتات اخوتي طاحوا لشي واحد هنا، ومن البارح هما محطوطين هنا باش الا جا مولاهم يلقاهم. لحد الساعه ما كاينش شي واحد اللي قرب لهاد السويرتات خداهم ولا سبتهم، يعني ما غياخذهم الا مولاهم. هذا هو علاش درت هاد البتيت فيديو. فوالا، وهنايا كاين هاد البوان كارت، فيها نو وفيها وي، فيها التعليمات ديال كيفاش يتعاملوا الناس مع الازمال. خاص داكشي يكون مستف، ماشي يكون مشتت بحال هكا. ورغم ان هادشي ما كاينش، ربما كاين شي عقد اخر، ماشي نقول لكم 100% ما كاينش، ولكن حنا في هذا الموبل ما عمرنا كاين عندنا درت ديزوردر بحال هكا، وحتى في موبلات اخرين. المهم بغاوهم يكون بهذا النظام هذا. وهنا هذا استعمال الزمان كتجيبو لاكومين باش كنتبعو القوانين ديال شي حوايج كنديرهم في سميتو ديال لادي شيتري مثلا، اللي بغا يلوح شي حاجة كيفاش خاصو يلوحها. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، هانتوما اورير دي شيتري. فوالا اخوتي، الى هنا ننتهي هاد الفيديو هذا، ننهي هاد الفيديو هذا. وتبارك الله عليكم ورحمة الله، حفظكم.